اختتم وفد اللجنة العليا للتواصل مع الحركات المسلحة بالمجلس العسكري الانتقالي بقيادة نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو حميتي، اختتم زيارة قصيرة إلى تشاد، التقى خلالها وفدي حركتي العدل والمساواة جناح جبريل إبراهيم ووفد حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق كباشي إن الوفد التقى برئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، كما التقى ممثلي حركة العدل والمساواة الطاهر فكي وأحمد تقد. وأكد الكباشي أن الطرفين اتفقا على ضرورة الإسراع في بدء التفاوض وأن يكون الحل شاملا لكل الحركات، لافتا إلى أن الطرفين اتفقا على تجديد وقف العدائيات. إلى ذلك كشف الكباشي عن لقاء جمع وفد المجلس العسكري بالرئيس التشادي إدريس دبي، مشيرا إلى أن الرئيس دبي أكد دعمه لحل المشكلة الوطنية عبر تفاوض سوداني.